ومنتابع فقراتنا مع ضيف ينتمي من أسرة فنية عريقة، قدم العديد من الأعمال التي تحمل معاني الإنسانية والاجتماعية أيضا، إنه منصور الرحباني الحفيد. مرحب فيك برنامجي. هلا، مساء الخير. ومساء الخير بالمشاهدين. أهلا وسهلا فيك منصور. حنبدأ طبعا بالأغاني اللي أنت قدمتها. أغنية موجهة لأطفال التوحد تتحدث عن واقع أطفال التوحد، وهي دعني أسمع صوتك. خبرنا على الأغنية، كيف قدمتها، كيف تشكلت الفكرة وقدمتوها للمجتمع؟ هلا، هي الأغنية انكتبت من حوالي 5 سنين. وصراحة أنا من الأغنيات اللي بحبها كتير، عرضت على مروان بي إنه أعمل لها فيديو كليب. وقال لي ليش لا. هلا ما كانت هالقد هينة، لأنه هلا سامع بالتوحد أنا إنه أوتيزم، بس إنه أكتر من هيك ما كنت أعرف معلومات. بقى اضطريت إنه أعمل كتير دراسات عنه وأسأل كتير ناس وأطلع على مدارس توحد، شوف كيف الأولاد بيتعاملوا مع الناس الغرب وكذا. فأخذت وقت، بس كانت اكسبيرينس كثير حلوه. يعني هي طبعا من غناء الفنان غسان صليبه، وايضا توزيع غدي رحباني. لو بدنا نحكي عن هالمضمون الانساني، هل فينا نفهم انه انت مثلا توجهك في كل مشاريعك او الاغاني اللي او الفيديو كليبس اللي بتخرجها هي توجه انساني اجتماعي بحت، او هناك توجهات اخرى؟ لا اكيد مش كلها، مش كلها. انا بعملت لهلا يعني هي تبع التوحد، والباقي لا، في اغاني لكذا فنانين عرب ومن دول. بس بالنسبه لمنصور، شو اللي اقرب له؟ هلا اكيد ما يعني كل الناس قريبه للموضوع الانساني والتوعيه اكيد، بس انه لا، انا ما عندي مشكله بكل شيء بعمله بالموسيقى وبالاخراج بحسب اي نوع كليب. اكيد منصور، خلينا نروح نشوف نتابع انا وياك ومشاهدينا اغنيه دعني اسمع صوتك، ونرجع لكم. دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت. دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت. دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت. دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. من عينيك يطل الفجر وتشرف الشمس نهار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. من عينيك يطل الفجر وتشرف الشمس نهار. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور. فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور. فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. اترك هذه العزلة وافرح فعبير الأزهار. حين تنشق عطرة غار ولون الزنبق غار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. دعني أسمع صوتك، أكيد هالأغنية اللي كتير بتعبر عن معاني فعلا كل، يمكن نلاقي في فئة كبيرة من الأطفال هلا حاليا عم يعانوا من التوحد. كيف قدرت توصل هاي الفكرة وهذا الحال والنداء اللي بنسميه نداء في هذا الفيديو؟ أيضا الطفل اللي شفناه موجود هو طفل غير، ليس مصاب بالتوحد، ولكن كيف خليته يقدر يعيش الجو وتخليه يوصل هاي الفكرة؟ والله أول شيء الصبي اسمه داني مسرة،
شاطر كثير، لانه اول ما خبرته عن الفيديو كليب او شيء قلت له اذا مهتم هو منه ممثل، قلت له اذا مهتم قال لي ايه، وبلا ما انا اقول له شيء عمل دراسات كثير عن الموضوع وفاجئني اجى خبرني قصص انا ما كنت اعرفها. واكيد نحن بالشغل طلعته على مدارس توحد وشاف كيف الاولاد بتتصرف وقعد معهم وتعلم كثير. فساعدك هذا الشيء يمكن لتوصيل هاي الفكره ايضا أكيد. اكثر واكثر. الفكره عملناها كمان انه البي بالاول كان يستحي بابنه صح، وقت شاف انه مثله مثل كل الاولاد البقايا ما عاد في اي اكيد. فبنقول يعني اسمع صوتك مش فقط للطفل، هي للعائله ككل. مزبوط. اللي عندهم طفل مصاب بالتوحد. ننتقل لموضوع شوي المسرح والمساعدات اللي انت والمساهمات اللي شاركت فيها في المسرح مع مروان الرحباني، خبرنا عنهم. انا مع مروان بيي يعني انا مساعد مخرج. كيف لقيت المعامله والمساعده مع والدك؟ يعني هي شغله مع مروان ما بخصني، ماني ابنه بالشغل. يعني بين لمروان انه خلص انا عمل يعني بالشغل شغل فيري ستريكت. حلو كثير الشغل معه. اخرجت كنت مساعد مخرج معه بصيف 840 وهلا ان شاء الله كمان بديسمبر 10 باختتام الدوحة العاصمة الثقافية عم نعرض ملوك طوائف، كمان عم بشتغل معه كمساعد مخرج. وان شاء الله بكل الاعمال الباقيه يعني انا كثير بتعلم منه وقت اشتغل معه. حلو. طب بالنسبه للتلحين، يعني انت درست ايضا الموسيقى وايضا من عائله فنيه موسيقيه عريقه بالفعل، خبرنا بالنسبه للتلحين، هل بتفكر بالتلحين؟ لا انا درست موسيقى مش للحين، انا درست موسيقى لانه بتفيدني بشغلي. يعني تنعتبر عم نحضر فيلم صح، الموسيقى اللي بتعطي الجو صح الفيلم صح مزبوط. بقى انا مستمع ما في اي فكره انك مثلا ممكن تلحن تدخل في عالم التلحين؟ لا لا انا ركزت على الاخراج وشغله بحبها هو فن بالاساس يعني ايضا الاخراج. طب ايضا من المواضيع التي قدمتها هو الحلم العربي ولكن باللغه الانجليزيه، فخبرنا عنه اكثر. Arabian Dream غنية لفنانين اجوا من هوليوود كاليفورنيا صورنا بالامارات. هي الغنية بتحكي عن جمال الدول العربيه وعن هي محاربة فكرة الإرهاب، يعني فينا نقول أكثر فيها تكون بس هي لا هي مش موجهة كلمة شيء معين، بس هي عم تحكي عن جمال الدول العربية وكيف إجوا هن من الغرب على الشرق وعم بيشوفوا كيف. مين الفنانين اللي شاركوا؟ كانوا الهيبنوتيك جيرلز فيتشرينج دون بريتش. كيف كان التعامل معهم؟ فيري بروفيشنال كثير شاطرين، اشتغلوا وحضروا معي قبل التصوير، ما إجوا آخر دقيقة يعني، بالعكس كانوا ساعدوا وعطوا رأيهم وأنا كتير استفدت أنه اشتغلت معهم كعالم مهلات بروفيشنال. أكيد. منصور في النهاية حابين نعرف مشاريع قادمة، إخراج مسرحي أو فيديو كليبس قادم إن شاء الله. يعني إن شاء الله مثل ما قلت لكم في عنا بالدوحة ملوك طوائف الدوحة. نعم. وعم بيشتغل على كذا شغلة، على كذا فيديو كليب إن شاء الله. هل هو فني أو إنساني أكثر؟ لا فني. فني أكثر. فنانين معينين فيك تذكر أسمائهم؟ ما بدنا نذكر أسمائهم يعني لا تصير القصة، بس من دول عربية. أكيد. نتمنى لك منصور كل التوفيق سواء كان بإخراج الفيديو كليبس أو المسرح أيضا. شكرا كثير لتواجدك معنا. Thank you.